حطم منتجع أتلانتس بجزيرة النخلة بجميرة الأرقام القياسية بافتتاحه اليوم برجاً مائياً يبلغ من الارتفاع 40 متر ضمن توسعة مدينة الألعاب المائية أكوافنتشر، حيث كشف المنتجع اليوم النقاب عن برج بوسايدن بتكلفة إجمالية بلغت 27 مليون دولار أمريكي. وقد قام المنتجع بتبني تكنولوجيا عالية المستوى في تطوير هذه التوسعة بهدف تعزيز تجربة المغامرة لدى الزوار الذي بلغ عددهم منذ افتتاح مدينة أكوافنتشر المائية قبل 5 أعوام أكثر من 6 ملايين زائر. تفرد البرج بالرقم 1 من جميع النواحي، حيث يتضمن منحدرات مائية تعد الأولى من نوعها عالمياً، أهمها أكبر منزلق مائي في العالم وأول منزلق مائي مزدوج داخل منزلق آخر، إضافة إلى سليذرين وهو عبارة عن أول تجربة سباق في منزلقين مائيين متزامنين في العالم، والتجربة المائية التي تتحدى الجاذبية، كلها إضافات فريدة من نوعها صممت معظمها خصيصا للعوائل والمجموعات. بسبب ان احنا عندنا في تزايد في الاعداد بتاعت الجست وفي رغبات اكتر، بحيث ان الجست دايما كان بيطلب مننا او النزلاء كانوا بيطلبوا مننا ان هم عايزين يستمتعوا بسلايد يكون هم كلهم موجودين فيه. ده كان السبب الرئيسي ان احنا نفكر في المشروع الجديد اللي لسه مفتوح النهارده اللي هو ورانا على طول هنا. ده كان من احد الاسباب الرئيسيه ان احنا نفكر في 2 سلايد يكونوا عائليه، يعني سلايد عائلي بحيث ان العيله كلها تتمتع بالسلايد في وقت واحد. أصبحت المدينة المائية التي تبلغ مساحتها 17 هكتاراً الآن مركزاً لتجربة أتلانتيان فلايرز، حلقة الزيبلاين الهوائية والتي تعتبر الأطول في الشرق الأوسط. يبلغ ارتفاعها نحو 20 متر ومدة التجربة 1 دقيقة للخط الواحد، فهي المكان الأفضل للاستمتاع بمناظر جزيرة النخلة والمدينة المائية والشاطئ بأقصى سرعة ممكنة. مضت 5 سنوات منذ أعلان بهذا الزخم لمدينة أكوافنتشر المائية، فبعد غيبة طويلة قامت المدينة بتخطي كل التحديات لتقدم إضافة ليست إقليمية بأهميتها فقط، بل عالمية تفوق كل التوقعات.